أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى
محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر
ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وليالٍ عشر الشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد انا اكرمك يا حاج اكرمك يا حاج عمراوي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن محبة من رسول الله. طيب يا سلام. الله ينعم عليك يا رب.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه كلا بل لا تكرمون اليتيم وأما إذا ما ابتليه فقد كلا بل لا تكرمون اليتيم
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ربنا يقويك ويسيده.
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الله
فيها كذبت ثمود بطغويها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام عليك سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والروح فيها
الباب. صدق الله.